مساء الخير مشاهدينا، أهلا بحضراتكم. ولقائنا يتجدد أسبوعيا على شاشة النيل للأخبار وبرنامج أفريقيا، نظرة على الشأن الأفريقي وكل ما يتعلق بملفات القارة السمراء الساخنة وأهم القضايا التي تشغل شعوبها. نلقاكم بعد الفاصل وجولة إخبارية أفريقية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة شفهية من نظيره التشادي إدريس ديبي، وذلك من خلال زيارة قام بها وزير الخارجية التشادي حسين إبراهيم طه إلى مصر، ولقاء جمعه مع وزير الخارجية سامح شكري. بحث الجانبان خلال اللقاء سبل دعم علاقات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وأكد الوزير التشادي على أهمية البناء على الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تشاد ومتابعة نتائجها عبر الاستمرار في تعزيز التعاون في شتى المجالات، خاصة في المجالات الاقتصادية بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب. من جانبه أعرب شكري عن التقدير الكبير الذي يحمله الرئيس السيسي لشقيقه الرئيس إدريس ديبي باعتباره أحد حكماء القارة الإفريقية. ومشاهدينا، كان لفريق عمل برنامج إفريقيا حوار خاص مع وزير الخارجية التشادي حسين إبراهيم طه، تناولنا فيه أمور عدة متعلقة بالعلاقات الثنائية والتنسيق الأمني بين مصر وتشاد في مكافحة الإرهاب ورؤية تشاد لمكافحة الإرهاب والإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، والحوار سيداع كاملا في حلقتنا الأسبوع القادم في أفريقيا بإذن الله. نواصل عرض الأخبار المتعلقة بشأن الإفريقي. أعلن رئيس النيجر محمد يوسف تعرض دورية أمريكية نيجيرية مشتركة لكمين من قبل مجموعات وصفها بالإرهابية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل 3 جنود أمريكيين ورابع من دولة وصفتها بالشريكة ولم تسميها خلال الهجوم نفسه على الكمين الواقع قرب الحدود مع مالي في جنوب غرب النيجر، مضيفا أن جنديين أمريكيين آخرين جرحا، حيث كان جنود الجيش الأمريكي يساعدون الجيش هناك في عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة. شهدت العاصمة الكينية نيروبي ومدينة كيسومو معقل المعارضة بغربي البلاد احتجاجات تطالب بتغيير رئيس اللجنة الانتخابية، ويطالب زعيم المعارضة رايلا أودينجا بتغييرات كبيرة في اللجنة قبل إعادة الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس أوهورو كينياتا في 26 أكتوبر الجاري. في الكونغو الديمقراطية تحطمت طائرة نقل تابعة للجيش الكونغولي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من ركابها. وقال مصدر في قيادة الجيش إن الطائرة أقلعت من مطار نتجيلي متوجهة إلى كيفو وتحطمت في منطقة نسيلة على بعد 100 كيلو متر عن وسط العاصمة الكونغولية. وأشار المصدر إلى أن الطائرة كانت تحمل مركبتين وعتاد وتنقل موظفين عسكريين مرافقين. مشاهدينا، حلقتنا هذا الأسبوع من برنامج أفريقيا نسلط فيها الضوء على الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. منذ إنشاء هذه الوكالة وهي لها هدف محدد، وهو تعزيز الخبرات الأفريقية من خلال الدعم المصري لهذه الخبرات بكافة السبل، عن طريق الدورات التدريبية، عن طريق كافة أشكال الدعم. وبالفعل يعني نجحت الوكالة على مدار عملها في الوصول إلى رقم قياسي من الدورات التدريبية أو من الخبرات المقدمة إلى الأشقاء الأفارقة. نظرة سريعة على تاريخ الوكالة، هي بدأت بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إعلانها خلال مشاركته بقمة الاتحاد الأفريقي في يونيو عام 2014، وكان هذا هو التاريخ الذي تم فيه بالفعل عمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
يأتي إنشاء هذه الوكالة في إطار رؤية القيادة السياسية بتطوير التحرك المصري على الساحة الإفريقية لقيام مصر بدور أكثر حيوية بالقارة الإفريقية من خلال هذه الخبرات التي تحرص مصر من خلال الوكالة على تقديمها. حرصت الوكالة أيضا منذ إنشائها على البناء على ما حققه الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا، وأيضا الصندوق المصري للتعاون الفني مع الكومنولث. وتسعى الوكالة بشكل عام إلى مساعدة الدول الأفريقية على دعم جهودها في تنفيذ أجندة التنمية لعام 2063 وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030. هذا بشكل سريع مشاهدينا أهداف الوكالة. أما أنشطتها وما حققته خلال السنوات الماضية، هذا ما نناقشه ونتعرض له بالتحليل والنقاش في عرضنا مع ضيفنا على مدار هذه الحلقة، سيادة السفير حازم فهمي الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. إذا مشاهدينا، منذ عام 2014 وحتى الآن، أهم ما حققته الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في هذا الحوار، ومعنا فيه سيادة السفير الدكتور حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. أهلا بك معنا في برنامج أفريقيا سيادة السفير. أهلا وسهلا. إحنا عندنا 6800 متدرب من مختلف الدول الأفريقية في 230 دورة تدريبية، ده الإجمالي اللي أعلنته الوكالة في مؤتمر خاص بيها، وأكيد يعني رقم لابد التوقف عنده. أهم المجالات، وكيف وصلتوا إلى هذا الرقم في معدلات التدريب؟
هو حضرتك احنا طبعا الوكاله لما بدات عملها كانت بتستكمل ما بداه صندوق التعاون الفني مع الدول الافريقيه، ولكن مع زخم المطلوب في علاقاتنا مع القاره الافريقيه كان في تركيز اكتر في الموارد وتنويع في نوعيه الدورات والارتفاع بجودتها. فاحنا المجالات المطروقه في هذا السياق الحقيقه كثيره جدا، طبعا بياتي على راسها مجالات الطب والزراعه والري، كهرباء، القضاء، الدبلوماسيه، المجال الامني في تعاون امني مع هيئه الدبقات المسلحه ومع اكاديميه الشرطه. في ايضا مجالات جديده اخرى مثل هيئه الطيران المدني، الرقابه الاداريه، دورات مكافحه الفساد. فالحقيقه يعني الخليط كان متنوع وكثير جدا في تلك الدورات، وهي دورات وورش عمل يعني. نعم. طيب المجال الامني طبعا يعني قادرين نفهم اهميته بالنسبه للتحديات اللي بتواجهها القاره الافريقيه في مكافحه الارهاب، هل تم يعني تسليط الضوء او التركيز بكثافه على هذا المجال الامني، وازاي ممكن يمنح فيه الخبره؟ يعني تعودنا ان مصر يعني لا تبخل على الاشقاء الافارقه بالخبره الطبيه في مجال الزراعه، المجالات المتعارف عليها، لكن المجال الامني باهميته في هذه المرحله ازاي كان بيتم التدريب عليه؟ هو طبعا حضرتك يعني احنا اهم مركزين في هذا السياق طبعا هيئه تدريب القوات المسلحه واكاديميه الشرطه. المجال الامني بيشمل موضوعات كثيره جدا في الدورات، بياتي على راسها مواضيع مكافحه الارهاب وحمايه الشخصيات الهامه، الهجره غير الشرعيه، حراسه الحدود، كلها مشاكل دوليه واقليميه بتواجهها كل الدول، ولكن مصر لها طبعا خبرات وكوادر مميزه فيها. فاحنا مع عمل هذه الدورات طبعا الدول الافريقيه نفسها بتواجه تلك المشاكل، وقد يكون عندها بعض القيود المؤسسيه او نقص بعض الخبرات الفنيه، فبندعو الكوادر بتاعتهم الى مصر لاخذ دورات في هذا السياق. بالاضافه الى هذا لنا في اطار هذا التعاون ايضا مع اكاديميه ناصر العسكريه هناك ايضا دورات بتعقد لكبار متخذي القرار في المؤسسات العسكريه المختلفه الدول الافريقيه. طبعا بتبقى دوره لها ابعاد المشاكل الاستراتيجيه والمشاكل الاقليميه والمعاصره، وطبعا هي احد ارقى المعاهد العسكريه في العالم، والحقيقه الكوادر اللي جت كانت على مستوى عالي جدا من الدول اللي شاركت. ده مش بس بيختلف موضوع الخبرات، ولكن ايضا بيساهم في تدعيم اواصر العلاقات المهنيه والشخصيه ما بين القيادات العسكريه والشرطيه في الدول دي وما بين قرنائهم في مصر، بما بيخدم مصالح القارة كلها ومصالحنا المشتركة في خدمة الأمن القومي في مواجهة تلك التحديات اللي هي طبعا لا تستطيع أي دولة بمفردها أنها تواجهها. ولكن لما بنتقاسم الخبرة والمعرفة احنا كمان بنستفيد من خبراتهم ومعارفهم في واقع الجزء اللي بيواجهوا منه المشاكل دي، وبالتالي بيبقى فيه يعني زي فكر جماعي وعمل جماعي مشترك للتعامل مع تلك التحديات. الحقيقة لمسنا طبعا يعني نجاح تلك الدورات ان بيبقى فيه دايما طلب متزايد جدا على مشاركة الكوادر الأفريقية في تلك الدورات. بعض الدول بتعرض حتى حاليا ان هم اللي يدفعوا فلوس مشاركتهم عشان يعملوا محتاجين بسرعة. بعض الدول بدأت تعمل كيانات مؤسسية زي أجهزة لمكافحة الإرهاب ومقاومته وطالبين الخبرة المصرية في هذا. فالحقيقة يعني واضح انها كان لها أثر ومردود إيجابي جدا احنا مقدرين، ومقدرين طبعا هيئة تدريب القوات المسلحة وأكاديمية الشرطة في الدور الكبير بيقوموا فيه في هذا السياق. يعني هذا التجاوب كان واضح في المجال الأمني لاحتياجات المرحلة الحالية، ولا يعني هو تجاوب مع أنشطة الوكالة أو نوعية التدريب اللي بتقدمه حتى لو في مجالات أخرى؟ لا حضرتك طبعا هو يعني بلا شك هو مزيج من الاثنين، يعني الوكالة هي يعني همزة الوصل ما بين الدولة المصرية ومؤسسات التميز فيها والقارة الأفريقية. فطبعا مراكز التميز اللي عندنا طبعا بياتي على يعني من اهم المراكز طبعا هيئه تدريب القوات المسلحه واكاديميه الشرطه، بما فيهم من خبرات متراكمه وغير عاديه الحقيقه. فطبيعه المرحله فيها المشاكل دي، وما هيش صدفه طبعا ان احنا برده في جزء من تعاوننا معاهم ان احنا بنشوف ايه هي المجالات اللي تفيد الاشقاء الافارقه وتفيدنا في نفس الوقت في التعاون معهم في تلك المجالات يعني. تمام. طيب ازاي بتقدروا تساندوا الدول الافريقيه؟ يعني انا شايفه انه وجه المسانده الرئيسي هو الخبره والتدريب، لكن يعني بعض الدول الافريقيه بتمر بازمات غذائيه شديده جدا، بتكون يعني
محتاجة إلى الدعم المادي ده متوفر من خلال الوكالة بأي شكل من الأشكال؟ حضرتك هو متوفر من خلال الوكالة طبعا، مش بكميات كبيرة جدا، ولكن لا بنقوم بدور مؤثر فيه برضه، سواء تبقى فيه كوارث إنسانية نتيجة لكوارث طبيعية أو لبعض الحروب أو بيبقى فيه نازحين إلى آخره. بنقدم مساعدات غذائية وخيام وأدوية، وأيضا بنقوم بقوافل طبية بالتعاون مع وزارة الصحة طبعا، وهناك جهات أخرى في الدولة ساعات بتساهم في تلك المعونات، وطبعا بيبقى ليها أثر كبير على الدول المتلقية ليها، لأن طبعا الكثير من الدول الأفريقية لما بتواجه تلك الأزمات بيكون عندها طبعا نقص شديد، خاصة سواء الناحية المادية زي ما حضرتك بتذكري، أو الناحية برضو الخبرة البشرية لما بنفس الأطباء على الأرض عشان مواجهة مثل تلك الكوارث. القوافل الطبية اللي يعني بتكون بعض الدول محتاجاها، ده يعني بتكون مسؤولة عنها في هذه المرحلة الوكالة بشكل خاص، ولا ده واحد من ضمن المساهمات؟ لا طبعا حضرتك، يعني هي الوكالة هي الذراع الأساسي للدولة المصرية في التواصل مع أفريقيا والانفتاح عليها بصورة مركزة ومنهجية، ولكن في جهود كثيرة جدا في مصر للمجتمع المدني وجهات حكومية أخرى بتساهم في هذا. ساعات القوات المسلحة عبر السيد الرئيس مثلا بتقوم بإرسال معونات في حال كوارث معينة، برضو هناك مؤسسات وطنية كثيرة يعني مجتمع مدني مش عايز أذكرها بالاسم برضو بيقوموا بالمساعدة في مثل تلك، وساعات بينسقوا معنا. فإحنا طبعا الوكالة هي دورها ده الأساسي ومنشأ من أجل هذا، ولكن الجهات التوعية الأخرى طبعا جزء من المجتمع المدني المصري وجزء من الدولة المصرية بيساهموا أيضا لما بتحصل كوارث زي دي. تمام، في رأيك أي من الدول يعني بحاجة شديدة إلى المساعدات الغذائية والطبية؟ يعني بواقع عملك أكيد يعني لمست احتياجات الدول الأفريقية. أول يعني مثال بيخطر على الأذهان عند الحديث عند موجات الجفاف والأزمات الغذائية بيكون الصومال. هل ما زالت الصومال في نفس الدرجة من الاحتياج، ولا الأزمات اللي طرأت سياسيا في عدد من الدول الأفريقية غير الوضع؟ لا طبعا الصومال بتبقى طبعا حالة خاصة برضو، نتيجة ان هم يعني مروا بظروف صعبة جدا وبيحاولوا يعني إعادة استعادة كيان الدولة نفسه، فلما بيمروا بظروف زي دي طبعا بتبقى قدرتهم على المواجهة أقل كثيرا من دول أخرى نتيجة لغياب طبعا وجود كيان مؤسسي قوي للدولة. ولكن دول حوض النيل كلها في الفترة الأخيرة تعرضت لظاهرة ما يسمى النينيو، وهي ظاهرة مناخية بتسبب في عوامل جفاف كثيرة جدا، فإحنا حاولنا قدر المستطاع أن احنا نساعد في هذا السياق. طبعا برضو ظروف الإرهاب في دول الحزام الإسلامي منطقة الصحراء أدت برضو إلى نزوح العديد من السكان من مناطق لمناطق أخرى، فبيبقى في معسكرات لاجئين وعلى طول بيبقى في مشكلة غذاء ومشكلة دواء ومشكلة علاج، فبنحاول نساهم فيها قدر الإمكان. جنوب السودان أيضا واحدة من الدول اللي كان فيها أزمات نتيجة للحرب الأهلية اللي دارت فيها. طبعا احنا عندنا في عيادة ثابتة مصرية موجودة في مدينة جوبا في جنوب السودان، وطبعا يعني قمنا بإرسال العديد من المساعدات الطبية وغير الطبية إلى دولة شقيقة ومهمة جدا، وطبعا بتأتي في إطار حيوي جدا من مجال الأمن القومي المصري. دور القطاع الخاص في المساهمة في دعمكم ده موجود؟ طبعا موجود. أولا القطاع الخاص هو مش دعمنا على قد ما هو دعم الدولة المصرية وتواجدها مع القارة الأفريقية، فإحنا بنحاول إحنا نتواصل مع القطاع الخاص في كذا حالة. جزء منها طبعا إحنا عملنا منتدى الاستثمار الأفريقي 2016، شارك فيه العديد من رجال الأعمال والشركات المصرية بهدف التواصل مع الأشقاء في القارة الأفريقية وفرص التجارة والاستثمار البينية، لا سيما وإن في العديد من الاتفاقيات التجارة الحرة اللي بدأت تبرز ما بين دول القارة وتجمعاتها، فده طبعا بيفتح مجال كبير ليهم، فإحنا كجهة حكومية رسمية بنحاول نوفر لهم فرصة يعني محفل يتم فيه هذا اللقاء للتعرف على المعلومات والفرص الاستثمارية المتاحة. من ناحية أخرى لنا شراكة يعني نعتز بها مع أحد شركات القطاع الخاص المصري في إطار تدريب الكوادر الأفريقية على مهارات الأعمال والمستثمرين الصغار، وأيضا الموظفين الحكوميين الكبار اللي هم في وظائف قيادية. بالإضافة إلى هذا نفس الشركة احنا قامت بتدريب عمل دورة تدريبية لأول مرة في تاريخ الخارجية المصرية للدبلوماسيين المصريين على كيفية اكتساب مهارات في تنمية الاستثمار والتجارة لمصر، وفي نفس الوقت الترويج لمصر كدولة مستقبل الاستثمارات. ده أول مرة يحصل إنه هذا النوع من التدريب يعني يحصل للدبلوماسيين المصريين قبل التوجه لدول القارة؟ قبل التوجه لدول القارة في الخارج. التدريب ده كان ناجح لدرجة إن السفر الأفارقة نفسه طلبوا إنه يعقد بالنسبة لدولهم أيضا، فإحنا إن شاء الله يوم الحد الجاي هنبدأ دورة بمنحة من بنك التنمية الأفريقي مستضيفين 100 دبلوماسي أفريقي من حوالي 40 دولة
لهدف اكسابهم نفس المهارات دي علشان يروجوا لدولهم في هذا السياق. ويعني احنا حاولنا بحثنا كثيرا يعني في تاريخ القاره ما لم يتجمع هذا العدد الكبير من دبلوماسي القاره في مكان واحد لاخذ دوره تدريبيه تنشيطيه في مجال حيوي مثل هذا. تفسيرك ايه في هذه الحاله من التجاوب؟ هل هي رغبه افريقيه واضحه في التجاوب مع هذه الحاله المصريه يعني تعويض كل سنوات الفتور، ولا هو عمل الوكاله او نوعيه الخبرات اللي بتحرص الوكاله على تقديرها؟ حضرتك هي خليط من كذا حاجه. طبعا يعني احنا بنلمس بنفسنا في التعامل مع الاشقاء الافارقه اللي بيجوا هناك نهم شديد فعلا للتواصل مع مصر، وهناك برضو استفسار يعني انتوا غبتوا علينا فتره طويله، ويعني والحقيقه طبعا الارث التاريخي بتاعنا لسه في ذهنهم حاضر جدا، رغم ان في اجيال جت مع لم تعاصر العهد الذهبي بتاع تواصلنا مع دول القاره، فده الحقيقه بيبقى اثر ايجابي جدا، وكمان ما بيبصولناش نفس البصه اللي هي فيها ريبه او شك زي ما بتكون دول اخرى بتعمل لهم مثلا تلك الدورات. طبعا الشق الاخر ان احنا بنحاول نختار الموضوعات اللي هي تكون حيويه ومفيده لهم ولينا، والحقيقه الحمد لله ربنا وفقنا في كذا مجال، فده برضو بيبان اثره الايجابي جدا. الحاجه الثالثه اللي دايما باكد عليها الحقيقه كثير منهم بيكون اخذ دورات في دول اكثر تقدما منا، وبيشيدوا جدا بدوراتنا من منطلق ان المدربين المصريين بيبقى عندهم الحقيقه يعني عطاء كبير جدا في نقل الخبره والمعرفه، فبيستفيدوا منها لاجل هذا بالذات، غير بقى ان احنا طبعا عقليتنا وظروفنا التنمويه اقرب ليهم من دول اخرى قد تكون اكثر تقدما، عندها حاجات اكثر تقدما لكن مش بالضروره مفيده لهم في مسيرتهم زي الخبرات الموجوده عندنا. شكل التدريب نفسه يكون يعني في الاطار التقليدي، يعني زي ممكن نتخيله دوره تدريبيه سواء في المجال الطبي او في المجال الامني او المجالات يعني اللي حضرتك بتقدمها في الوكاله ممكن تذكرها لنا. بيكون في الجانب العملي كمان؟ طبعا كلها فيها جانب، يعني حاجات الطب والزراعه والامن وكده كلها حاجات يعني عمليه وذات اثر مباشر على الارض. احنا المناحة الإجرائية اللي قد تشرح شوية البيان، احنا الجهة الفنية اللي بنتعامل معها أو مركز التميز سواء أمني أو سواء طبي أو زراعي بيقولوا لنا احنا هنعمل دورة في المجال الفلاني، الشروط اللي يحضر الدورة دي يكون كذا، مثلا لو طبي يكون مثلا طبيب عنده خبرة على الأقل كذا سنة بيشتغل في موظف في مجال معين، الشروط الفنية دي احنا بنبعتها لبعثاتنا في الخارج بيوافقوا بيها الحكومات فبينادوا مرشحين متوافقين مع تلك الشروط بيجوا بيحضروا الدورة، والمحتوى الفني بقى مركز التميز هو اللي بيعمله، لو كان مثلا مكافحة إرهاب القوات المسلحة بتعمله أو صناع قرار في مجال استراتيجي عسكري أو مجال طبي أو زراعي أو ري، كل جهة فنية بتأهلهم للعمل في هذا السياق وبياخدوا المكون الفني ليها. بنحرص برضو في تلك الدورات طبعا لما بيجوا مصر إن احنا نعمل لهم يعني دورات سياحية وتثقيفية عن الآثار الموجودة في مصر، عن الأماكن الموجودة حتى الحاجات الحديثة مش بالدول القديمة بس، بحيث يتعرفوا على مصر من كافة أوجهها، والحقيقة بيبقى ليها يعني أثر إيجابي جدا عليهم. وطبعا يعني الجانب ده أعتقد هو اللي بيكون اللي فيه عامل جذب بالنسبة للأفارقة نظرا لحبهم للشعب المصري، ده بنلمسه يعني بالتعرض للمتدربين الأفارقة اللي بيكونوا حتى موجودين هنا في اتحاد الإذاعة والتلفزيون في دورات تدريبية مشابهة. والحقيقة طبعا يعني مش عايز اكون بالغ او بشكر فينا كشعب مصري، بس سواء المدربين او الانسان المصري اللي بيقابلهم في الشارع او كده يعني بيستقبلوهم بود شديد، هم بيلمسوه وبيلاحظوه، طبعا بيبقى له يعني اثر ايجابي جدا في التواصل الانساني ما بيننا وبينهم. يعني مستمرين معاك سياده السفير هازم فهمي في هذا الحوار، لكن اسمح لنا نعرض مع مشاهدينا اهداف الوكاله المصريه للشراكه من اجل التنميه واهم ادوارها منذ عام 2014 وحتى وقتنا.
متواصلون معكم مشاهدينا في برنامج أفريقيا، وفي حوارنا مع سيادة السفير الدكتور حازم فهمي الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وما تقوم به من جهود في دفع التعاون الأفريقي المصري المشترك من خلال تقديم كافة الخبرات في مجالات متنوعة، المجالات الأمنية، الصحية، الزراعية، مجالات الطاقة الحيوية، كلها دورات تدريبية وصلت يعني إلى 230 دورة تدريبية، ونجحت في تدريب حوالي 6800 متدرب أفريقي. سيادة السفير، أيضا يعني من ضمن عملكم إفاد مدرسين في اللغة العربية، في تيار ظاهر يعني عايزة أعرف من حضرتك يعني مدى قوته للتغلب على فكرة أنه هناك يعني حتى وقتنا هذا ما زالت دول ناطقة باللغة الفرنسية أو دول ناطقة باللغة الإنجليزية، واللغة العربية في مرتبة ثانية رغم أنها موجودة كلغة رسمية جنبا إلى جنب مع اللغات سواء الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية. التيار ده موجود بقوة، محاولة يعني النجاح في جعل اللغة العربية تجعل يعني تعود من جديد بالهوية الإفريقية وتعود كلغة رسمية وحيدة للدول الأفريقية. الحقيقه انا ما اتصورش ان اللغه العربيه هتبقى يعني لغه وحيده او تبقى طاغيه في القاره الافريقيه. احنا بنبعت في مدرسي اللغه العربيه للدول، بيبقى بناء على طلبها، بيكون ساعات عندهم جاليات كبيره يعني مكون اسلامي كبير في السكان، فبيبقوا عايزين يعرفوا اللغه العربيه لاسباب دينيه او لاسباب ان كان في فتره طبعا مثلا فرص عمل لدول الخليج او الاخره، فبيبقوا عايزين يتلقوا هذا العلم. فالحقيقه ده احد المجالات اللي بنعمل فيها، ولكن الحقيقه لا اعتقد احد الاهداف ان هو يعني سياده اللغه العربيه، لان ده غير منطقي، لان اغلب الدول الافريقيه يعني طبعا غير اللهجات واللغات المحليه الموجوده، طبعا اللغه الانجليزيه سائده في جزء كبير منها واللغه الفرنسيه في جزء اخر، وهم التغيير باستثناء شمال افريقيا الا حتى طبعا في اثار من الاستعمار ان في الفرنسيه الاخير، ولكن في تيار يعني ممكن يكون مش قوي في هذا الوقت يريد التغلب على ذلك. شايف انه هذا التيار مش قوي يعني لهذه الدرجه؟ الحقيقه انا مش لامس ان هو قوي بدرجه يعني في الاجل المنظور ان هو يعمل اختراق كبير بالدرجه اللي حضرتك بتقوليها، ولكن طبعا هيبقى ان العناصر دي موجوده ومحدش عارف ايه اللي ممكن يحصل يعني في المستقبل في هذا السياق يعني. طيب سيادة السفير، تحقيق اهداف التنميه المستدامه 2030 واهداف التنميه 2063، ده تمام. عنوان عريض جدا، ازاي نقدر يعني نشوف اهداف الوكاله في تحقيقه؟ هو حضرتك المجالات كلها اللي بتعمل فيها الوكاله يعني بتتطابق مع الجدولين الاعمال. الجدول الاعمال الاولي طبعا هو 2030، ده اللي اتفق عليه زعماء العالم في اطار الامم المتحده في الاهداف اللي هي ما بين اللي هي بعد اهداف الالفيه اللي هم من 2000 ل 2015، اللي هو الاهداف الاخرى من 2015 ل 2030. سمي طبعا التنميه المستدامه لان هي التنميه المستدامه بتشمل ثلاث عناصر: البيئه والاقتصاد والبعد الاجتماعي، ان لازم يبقى في توازن ما بين الثلاثه. طبعا برضو طاغي عليها الى حد كبير البعد البيئي، لان طبعا تغير المناخ كان احد القضايا الرئيسيه الموجوده في هذا السياق. ففي هذا السياق لما الزعماء اتفقوا كان في 17 هدف يتبعهم 169 يعني هدف اصغر، دول بيغطوا كل منظومه التنميه او اللي بتدي التوجه العام لكل سياسات التنميه في مستوى العالم. كل دول بتطبقها حسب ظروفها وحسب الجوانب الناقصه عندها. فطبعا كل فيها مجالات خاصه بتمكين المراه، موضوع الصحه، التعليم، طبعا مكافحه الفقر اساسي، حاجات طبعا ان البرعات البعد الاجتماعي والبعد البيئي في السياسات، بالاضافه الى الحاجات اللي بتساهم في التنميه الاقتصاديه. فجميع تلك البرامج لابد بتكون متوائمه مع التوجه العام العالمي في هذا السياق. غير كده بقى في الناحيه الاقليميه، لان احنا افارقه، الزعماء الافارقه عاملين يعني رؤيه مستقبليه طموحه جدا للقاره على مدى الخمسين سنه القادمه، هم اتفقوا عليها سنة 2013 على أساس أنها عملوها 2063 لهذا. ففي هذا السياق أيضا بيبقى فيها حاجات خاصة بمستقبل أن يحصل اندماج وتكامل اقتصادي إقليمي، يحصل تطور سياسي كبير في اندماج القارة مع بعضها. فكل تلك الأهداف والبرامج اللي احنا بنتبناها بتكون متوافقة أيضا مع تلك الجميع. فإحنا شغالين في فضاء واسع، ولكن في توجهات عامة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي بتحكمنا. أهم جدولين أعمال فيها هو
2030 تنمية مستدامة و2063 للتنمية في القارة. تمام. طيب تعاونكم مع وكالات دولية أخرى يعني مثل وكالة جايكا اليابانية، ده هل لزيادة مقاومات التدريب ولا أوجه التعاون تحديدا بتكون إيه؟ حضرتك ده بيكون في يعني ده بيدخل في إطار ما يسمى بالتعاون الثلاثي، إن في ثلاثة أطراف بيتعاونوا. إحنا في الحالة دي إحنا كمصر عندنا خبرات كبيرة، الجايكا بيقدموا التمويل والمتدربين الأفارقة بيجوا يستفيدوا من هذا. ده بيبقى له فوائد متعدده، طبعا بالنسبه لنا بيوسع مجال عملنا، واحنا وكمان بيوسع استفاده مصر لان الناس بتتدرب في مصر في النهايه، وفي نفس الوقت بيجي لنا موارد اضافيه لان احنا مواردنا مهما عظمت طبعا احنا ما زلنا في ظرف ما نقدرش نوفر مبالغ ضخمه جدا لهذا، وان كان القليل اللي بنستخدمه مؤثر، ولكن ما يمنعش ان احنا نزيده من الشراكات اللي بنعملها دي. فطبعا من اهم شركائنا وكاله الجايكا اليابانيه، وبالمناسبه يعني احنا طبعا عندنا مراكز تميز قوية جدا لدرجة ان هي الجايكا حتى من غيرنا بتعمل برامج تدريب الأفارقة في مصر بأموال يابانية باسم اليابان، مستخدمة خبرات مصرية عشان تدريب الأفارقة غير الحاجات اللي بتعملها معنا بالتعاون الثلاثي. في ايضا بنك ده من اهداف الوكالة نفسها؟ لا حضرتك يعني في اهداف الوكالة ان احنا نوسع مواردنا علشان نغطي عدد اكبر من الادوات التدريبية مع او مع الاخوة الأفارقة. فالجانب الياباني بيتشارك معنا في هذا، احنا بنخش بنمول جزئيا وهم بيمولوا الجزء الاكبر، وفي نفس الوقت الخبرات المصريه بنستخدمها في هذا. هم طبعا بيستفيدوا برضو ان طبعا تكلفه التدريب اقل كثيرا من عملها في اليابان، بيبقى اسمه مطروح في الموضوع، وهو كمان بيستفيد سمعته الدوليه ان هو بيدرب كوادر افريقيه في هذا السياق. الجزء الكبير اللي بيستفيد منه ان في كلتا الحالتين خبره مصريه المستخدمه، سواء التمويل ياباني مصري او التمويل ياباني فقط، وده برضه شهاده لقدراتنا ومراكز التميز بتاعتنا. بنك التنميه الافريقي الحقيقه برضه دخل معانا في كذا حاجه، بالذات مسائل دعم قصه التكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري الاقليمي، فهم ساعدونا في تمويل منتدى الاستثمار 2016 يتعمل في شرم الشيخ في 2016، وبيساعدونا بالمنح اللي ادوها لنا في تدريب الكوادر المصريه في وزاره الخارجيه بالنسبه لمهارات الاستثمار والتجاره، ونفس البرنامج اللي بنعمله لاشقاء الافارقه هو برضه بتمويل من منحه من بنك التنميه الافريقي. تمام. منتدى يعني افريقيا للاستثمار 2016 اللي حضرتك تفضلت بذكره، هل يعني في نوعيه من الدراسات لنتائج هذه المنتديات يعني، وهل حققت يعني من الاهداف المنشاه من اجلها وهي ترويج اكبر للاستثمارات ما بين الدول الافريقيه؟ هو في طبعا اهداف قصيره الاجل واهداف طويله الاجل. القصيره الاجل طبعا ان احنا بدانا نعرف الناس على بعض اللي هم رجال الاعمال والشركات على ظروف القاره والمجالات اللي ممكن يتكاملوا فيها. في بعض الاتفاقات حصلت فعلا وبعضها كان ضخم جدا في المنتدى. الضخم ده قوي كان متعلق بتمويلات من بنك التنميه الافريقي لمشاريع طاقه كبيره جدا تم التوقيع عليها اثناء المنتدى. احنا كوكاله وقعنا مع الصندوق الاجتماعي اللي هو تغير اسمه لجهاز المشروعات الصغيره المتوسطه، اتفاقية التعاون برضه تدريب كوادر أفريقية في هذا السياق، فحصل كذا اتفاق سواء مجال الأعمال أو مجال اتفاقيات مؤسسية. احنا طبعا دورنا بيكون تنظيمي وتنسيقي أكتر منه، فطبعا ما بنتابعش بالضرورة النتائج يعني حصل إيه بعد كده، ولكن في هدف أبعد بقى إن مع تكرار تلك المؤتمرات والمنتديات بيحصل تعارف بقى ما بين رجال الأعمال وما بين الشركات، وبيحصل كمان وجود السياسيين على أعلى مستوى. السيد الرئيس بيرعى المنتدى وبيشارك فيه رؤساء أفارقة ووزراء آخرين. وجود متخذ القرار السياسي مع مجتمع الأعمال مهم جدا، لأن بيناقشوا إيه الفرص الكبيرة اللي ممكن القرار السياسي يخدم عليها، وكمان إيه المشاكل والتحديات اللي يقدر يحلها. فوجود هذا الحوار وهذا السياق مهم جدا وبيلو أثر كبير جدا سواء في الأجل القصير أو الأجل الطويل. حضرتك كنت في الزيارة يعني إلى توجو، يعني آخر زياراتك إلى يعني أو جولاتك الأفريقية بيكون يعني أهدافك في هذه الجولة أو وجهتك الأفريقية بتحددها طبقا لعمل الوكالة في تنمية التدريب مع دولة بعينها؟ حضرتك طبعا احنا عملنا مش تدريب بس، ممكن بيكون بيقدم مساعدات، فأنا لما رحت لتوجو كنا بنقدم بعض المساعدات، وفي نفس الوقت يعني هم قد كده كانوا مستفيدين ومهتمين بالدورات، ان رئيس الجمهوريه شخصيا اصدر امر ان انا اروح واقابل ممثلي الوزارات كلها علشان يعرفوا احنا بنقدم ايه، علشان يقدموا هم يظبطوا برامجهم ان هم هيرسلوا كوادر للتدريب في الحاجات اللي احنا بنعملها والحاجات اللي هم محتاجينها واحنا ما بنعملهاش يطلبوها مننا.
فالحقيقه كان لي الشرف ان لما رحت كان وزير التخطيط دعا كل الوزارات المعنيه في حوار، يعني شرحت لهم الوكاله بتعمل ايه، وهم في نفس الوقت عبروا عن بعض المجالات اللي هم عارفين ان مصر متميزه فيها وعايزين فيها زي دورات اضافيه او ان احنا نهتم بيها. زي مجالات ايه يا فندم؟ كان في على ما اذكر كان في مجال، كان في حاجه في الزراعه كانوا طالبين لهم طلبات محدده، والحقيقه الذاكره خليتني لان انا بقالي فتره كنت في هذه الزياره، فهم طلبوا ثلاث اربع حاجات بالاضافه الى الحاجات التقليديه اللي احنا بنعملها كانوا طالبين زياده فيها. وبالاضافه كنا بنسلم بعض الاجهزه اللي هم كانوا طالبينها في مجال عمل الاعلام، فالحقيقه كان برضه وزيره الاعلام استقبلتني ويعني كانت تسلم لهم تلك الاجهزه، والحقيقه كانوا عندهم حفاوه جميله بينا، والحقيقه كل دول الواحد زارها لمس بنفسه ان في تقدير للي مصر بتقدمه في مجال التدريب. ودول يعني اذكر اربع خمس دول زرتهم يعني كبار المسؤولين قالوا لي فيها احنا ما فيش دوله بتقدم لنا كم التدريب وبناء القدرات اللي مصر بتقدمه، ودي حاجه احنا متميزين فيها جدا. فالحقيقه بتبقى يعني الواحد لما بيلمس الاثر الايجابي ده بيبقى يعني سعيد جدا. وطبعا الحقيقه يعني احب اقول برضو ان من المكان اللي انا بشغله انا لمست في مصر قدرات غير عاديه الحقيقه، الواحد كمواطن عادي ما كانش لمسها لحد اما تصدر الكوادر اللي قادره على تقديم الخبره، الموجوده على تقديم الخبره طبعا وعلى مستوى راقي جدا. فالحقيقه رغم ان احنا دوله ناميه ولنا مشاكل يوميه وساعات ناس ما بتبقاش مبسوطه، ولكن الحقيقه لا يعني دوله ثريه جدا بكوادرها وبشويه تنظيم ممكن يعني نحقق نتائج كبيره جدا ان شاء الله. هي الفكره في توظيف هذه الكوادر طبعا. طبعا اكيد. طيب مستقبل الوكاله المصريه للشراكه من اجل التنميه شايف هي محتاجه ايه في الفتره اللي جايه يعني حتى تحقق يعني اهدافها كامله؟ الحقيقه هي طبعا في شق الموارد مهم جدا، الحقيقه يعني انا اشهد ان الدوله مهتمه جدا بهذا الموضوع. احنا بنناقش ميزانيتنا كل سنة مع البرلمان ومع وزارة المالية، الحقيقة لم يبخلوا علينا بأي طلبات. أنا يعني فوجئت بسعادة لما رحنا لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري عشان نناقش ميزانية الوكالة، يعني قبل ما اتكلم قالوا احنا عارفين احنا بنعمل ايه ومقدرين جدا دور الوكالة واحنا واصلين احنا نضاعف لكم الميزانية. يعني فما كانش يعني غير الحوارات العادية انتوا عايزين فلوس دي ليه وبتاع وكده، الحقيقة كان الحوار مختلف خالص وكان محسوم من قبل ما نبدأ محسوم الحوار. لأنه النتيجة واضحة الحقيقة طبعا. يعني طبعا لما يكون في اهتمام سياسي على أعلى مستوى في الدولة طبعا وإرادة سياسية من رئيس الدولة ووزير الخارجية والتوجه كله ان ده يعني اداه مهمه ولازم نتعامل معها، فطبعا الاثر بيبقى واضح قوي بيبان يعني في والاهم تجاوب كمان من جانب الاشقاء. الحقيقه تجاوب غير عادي الحقيقه لدرجه ان احنا طبعا يعني مش ملحقين عليهم، بس يعني دي بس حاجه جميله يعني في يعني 230 دوره تدريبيه ده الرقم اللي كنتوا محققينه ولا فوق توقعاتكم خلال فتره من 2014؟ لا ده اللي حققناه الحقيقه، هو طبعا في على طول زي ما بقول حضرتك طلب في الزياده ده كنتوا تطمحوا لتحقيقه. يعني احنا كنا يعني في مجالات كنا مخططينها من الاول زي الزراعه والصحه وكده، لكن في شراكات جديده بدانا فيها زي ما قلت لحضرتك مثلا الرقابه الاداريه، بعض المجالات الامنيه الى اخره، فكل ما بتنجح بنزود العدد في مجالات آخره. كمان زي الطيران الدولي يعني الطيران كان اول مره تتعمل والطاقه الحيويه مجالات جديده والالياف الضوئيه ومكافحه الفساد، مجالات كتيرة جدا يعني ممكن في منها ما كانش موجود قبل كده ومؤثرة جدا واكتشفنا ان عايزين نزودها بقى، فبدأنا فعلا نزود فيها واحنا شغالين في كل التوفيق ليكم في عملكم. وبشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه الحلقة من افريقيا سيادة السفير الدكتور حازم فهمي الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، شكرا جزيلا لك. شكرا. أشكركم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.